مساء الخير. نبدأ البرلمان لينزي بالنشيد الوطني اللبناني السلام الملك الأردني النشيد العراقي والنشيد الفلسطيني يلي الدعاء تلقيه الحاكمة السابقة فيات دبوسي. ربي أينما كان الهدى اجعله طريقنا، وأينما كان الرضا اجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة اجعلها في قلوبنا. اللهم اجعلنا من أهل الخير الذين يقومون بالأعمال الطيبة التي لا تنتظر مقابل وتنبع من قلوب صافية مفعمة بالمحبة والتآلف لتشمل مشاعر المودة كل ميادين حياتنا. يا رب، ونحن في بداية هذه السنة اللينزية الجديدة وفي بداية المئوية الثانية لجمعية أندية اللينز الدولية، بارك حاكمنا الجديد دكتور نصر الله برجي وأعضاء مكتبه ومجلسه، وأنر طريقهم لتكون سنة مميزة بالمحبة والعطاء والخدمة.
إنك على كل شيء قدير. آمين. مساء الخير لكل اللي انضموا لنا للبرلمان. بروتوكوليا بدي ارجع عيد الترحيب بالمدير الدولي السابق ليون سليم موسان، بالاريا ليدر جي اس تي الحاكم السابق سمير ابو سمره، جي ال تي اريا ليدر الحاكم السابق وجيه عكيري، النائب الاول للحاكم المهندس الي زينون، النائب الثاني للحاكم ليون نبيل نصور، الحكام السابقين. وهون بدي استطرد وهني الحاكم السابق الغنصل كميل فنيانوس بانتخابه أمين عام للمجمع الثقافي العربي يلي بيعتبر من أكبر المؤسسات الثقافية عربيا وأعضاء من كبار رجالات الفكر والثقافة في العالم العربي. مبروك. بدي رحب بباقي الحكام السابقين، بأمين سر مجلس المنطقة العميد منير بالجاني، بأمين مال مجلس المنطقة ليون ماهر الليبي، بأعضاء مجلس الحاكم، رؤساء وأعضاء أندية الليونز والليو. ترحيب على الأكيد مجددا بالوفد الأردني برئاسة رئيس القطاع ليون نضال داود وحضور الحاكم الدكتور فريد قعوار، وبرئيس إقليم فلسطين دكتور روبرت طبش. أهلا وسهلا فيكم مجددا. البرلمان الليونزي شو هو بالحقيقة وهو لمين؟ سؤال دايما كان ينطرح والأجوبة عليه كتير، إنما برأيي الجواب الأصح هو منبر حقيقي لتبادل كل المعلومات ومناقشة المسائل الليونزية يلي بتهمنا، بالإضافة إلى عرض المستجدات على صعيد المنطقة وعلى الصعيد الدولي. البرلمان موجه إلى كل ليونزي في المنطقة وخاصة إلى رؤساء الأندية، لأنه لهم الدور الأساسي بإدارة وتفعيل دور النادي. دون شك هالنوع من التواصل بيننا بيخلق وبيعمق الصداقة بين أعضاء الجمعية من جهة، وبيوضح لكثير من الأمور لمزيد من الخدمة من جهة تانية. وقبل ما نبلش هلا بموضوع البرلمان، رح أعطي الكلام لرئيس قطاع الأردن الليون نضال داود مداخلة قصيرة إذا بتريد. تفضل. أسعد الله مساءكم. يطيب لي في بداية السنة الليونزية باسمي وباسم جميع زملائي في قطاع الأردن أن نبارك ونشكر الحاكم دكتور نصر الله على التعيينات للعام الليونزي 2017-2018، وتمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح وأن تكون سنة صداقة ومحبة في طريق الخدمة، متعاهدين مع أنفسنا أن نبذل قصارى جهدنا في سبيل خدمة الآخرين، ملتزمين بمعاني الصداقة التي يسمو بها الإنسان، ومتعاونين سويا لنشر برنامج الحاكم الشراكة في الخدمة والتواصل مع أبناء وطننا في الأردن. سوف نركز هذه السنة بالاهتمام بـ JAT. وبدأت اللجان بالتحضير وتوصيل المعلومات الصحيحة لأكبر قدر ممكن من زملائنا الليونز ونشر الثقافة الليونزية وخصوصا للأعضاء الجدد، متماسكين بمبادئنا الليونزية. وسوف ندعم ونستمر بعلاقاتنا الليونزية والأخوية مع جميع أصدقائنا في لبنان وفلسطين والعراق، وأننا شركاء في الخدمة. وأدعو الجميع مشاركة الحاكم في الزيارة الإدارية للأردن ولكم الثاني، فأهلا وسهلا بالجميع. شكرا. شكرا وأهلا وسهلا فيكم. بطلب هلأ من رئيس إقليم فلسطين الدكتور روبرت طبش يتفضل أيضا إلى المنصة لإلقاء كلمة مقتضبة. تفضل. مساء الخير. أولا بدي أبارك
حاكمنا الجديد دكتور ناصر الله برجي ولجميع أعضاء المجلس المنطقة. أنا جايب معي تحيات أخواتكم وإخواتكم اللاينز في فلسطين. فلسطين بين سنين 1954 و 1967 كانت جزء من منطقة 351 وكان عندها 7 أندية. وفي سنة 67 بعد حرب ال6 أيام بناء على ضغوط لانضمام النوادي لمنطقة إسرائيل طبعا رفض الطلب وأغلقت 7 نوادي. في سنة 2009 جربنا أن نعيد نشاط أندية اللاينز بفلسطين والحمد لله اليوم في عنا ناديين ب65 عضو مع فرعين جداد وإن شاء الله الفرعين بصفوا ناديين تانيين في ضمن السنة اللاينزية هاي. سعادة الحاكم نتمنى لك كل التوفيق ومنأكد لك أنه أعضاء نوادي لاينز فلسطين راح يكونوا بجانبك في السنة هاي. شكرا. شكرا وأهلا وسهلا فيك. راح نبدأ بالبرلمان اللاينزي. البرلمان مؤلف من 7 محاور. جدول الأعمال موجود معكم بالفايل. راح نبدأ بالمحور الأول يلي هو الشؤون الإدارية. بدعي أميني السر والمال العميد منير بجاني والليون ماهر اللادقي يتفضلوا. حضرة أمين السر، السنة نحن اعتمدنا برنامج وخطة جديدة للتواصل. نتمنى تحطنا شوي بأجواء الخطة إذا بتريد. تفضل. ألو. بدي أحكي عن 4 نقاط. النقطة الأولى هي التواصل. بالإضافة لإرسال المعلومات عبر الإيميل، السنة اعتمد الحاكم الاتصال عبر الواتس أب ولكن غير الواتس أب العادي اللي بيصير فيه تبادل ما بين المنتسبين أو الأعضاء على الجروب. المعلومة بتروح للمرسل إليهم لصاحب العلاقة. إذا عنده أي تعليق بحب يقوله بيقدر يكتبه ولكن بيوصل فقط للحاكمية. بهالطريقة ما بيقعد يزعج الآخرين نظرا لكبر عدد الأشخاص الموجودين على الجروب. في عنا بالأندية 120 نادي، 120 رئيس، 120 أمين سر، 120 أمين مال وهكذا دواليك. فهالأسلوب لا يقدر يتطبق بدقة وله حسنات وكله حسنات، منها السرعة والدقة وإيصال المعلومات أينما كان الشخص. في ضرورة أنه يكون الرقم اللي راح أقوله هلأ موجود بلائحة الكونتاكت. الرقم هو 70-000-351. إذا ممكن من الحاضرين ومن الأندية للي مش حاضرين عملوا معروف دخلوا هالرقم بلائحة الكونتاكت تحت اسم Lions Information. النقطة الثانية، أنا بصفتي أمين سر المنطقة أنا راح أتواجد بالمنطقة يوميا من الاثنين للجمعة من 11 للساعة 7. اللي بيعوزني بأي خدمة أنا موجود إن كان بالاتصال أو بالزيارة. من خلال عملي كأمين سر للمنطقة أنا مستعد ساعد أي رئيس نادي أو أمين سر أو أمين مال حول الطريقة الاستعمال الإلكتروني والتواصل مع أوك بروك أو مع الحاكمية في هالمجال.
عبر زيارة أو عبر حتى الاتصال الهاتفي في مجال المساعدة. أنا لحد الآن بعرف أشياء كثيرة واللي بعرف ما بعرفها رح أتعرف عليها، وفي معي فريق عمل بيقدر يجاوب كمان على كل الأسئلة. سبق لحد هلأ من أول الشهر وفي كتار من الأندية بيعرفوا أنه عالجنا لهم الموضوع بسرعة. أنا حضوري على الدائم بالحاكمية وعلى الواتساب عم بيسمح بتأمين خدمة سريعة، وبتأمل أني ضلني أقدر أعملها بهالشكل. أي سؤال بهالموضوع؟ الحاكم هلا رح بعطي الكلام ليحكي عن قضية الزيارات. شكرا حضرة أمين السر. أنا بس بدي أعلن هون عن بدء الزيارات الإدارية ابتداء من 15 أكتوبر 2017. الرجاء الاتصال بأمانة السر وأخذ المواعيد. هلا بطلب من أمين المال، أهلا وسهلا فيك كمان، بدك قلنا كيف بده يتم إبلاغ الأندية لدفع متوجبات المالية، شو هي الطريقة ومواعيد الدفع. حدد الاشتراك السنوي لأندية اللاينز ب 60 دولار أمريكي عن كل عضو، و 30 دولار للعضو العائلي تسدد على دفعتين نصف سنوية مع حد أدنى 15 عضو لكل نادي. شو هو العضو العائلي؟ العضو العائلي هو اللي موجود شخص بالنادي ومعه أشخاص من عائلته، يعني موجودين تحت سقف واحد ساكنين بنفس البيت لحد أقصى هي 5 أعضاء. فالعضو الأساسي بيدفع القيمة كاملة والعائلة الباقيين بيدفعوا نص اشتراك. وعنا نحن بيجينا ريكاب من المركز الدولي بيخبرنا كل نادي قد ايه عدد الأعضاء الموجودين فيه وقد ايه عليهم دفعات للمركز الدولي اللي هي تقريبا بتكون بين 42 دولار ونص لحد 43 دولار السنة. فهنكون متواجدين نحن بالحاكمية اثنين وأربعة وجمعة، هنتصل بالأندية ونخبر كل نادي شو عليه متوجبات وطريقة الدفع كيف، واشتراك الأندية بده يكون لحد أقصى ب 30/9/2017 أول دفعة. أوكي، هل من أسئلة حول هالموضوع؟ أوكي، أنا بدي أشكركم أميني السر والمال لهالمداخلات. بدي أطلب، بدنا ننتقل هلأ إلى الشؤون الإعلامية البند الثاني. بدي أطلب من المنسق الإعلامي في الجمعية جوستان إسحاق يتفضل. بهالوقت راح أعرف بسرعة عن جوستان. جوستان إسحاق حائز على إجازة في الصحافة في الإذاعة والتلفزيون، إجازة في الصحافة الاستقصائية من ميونخ. هو معد برامج في الـ LBC والـ MTV ورئيس أندية الإعلام في المدارس الكاثوليكية، وحاليا هو منسق إعلامي للجمعية هذه السنة. رح يرافق جوستان الأندية واللجان طوال السنة حتى يساعدها بجمع المعلومات كل ما في نشاط خدماتي، بإنتاج الخبر وتحريره وبنشر الخبر. قبل ما أعطي الكلام بدي أطلب، ما حط كريم بدك تحط لنا صفحة كريم بدنا صفحة الفيسبوك على السكرين. أوكي، فإذا بدي أطلب من كل اللي ما عمل هالشي يفوت هلأ على صفحة الفيسبوك على لايونز، على سيرش لايونز D351، تفتح معه هالصفحة يحط لها لايك. بدنا نزيد هلأ عدد اللايكات بالقليلة، كل اللي ما عملوا هالشي يعملوه بدها لحظة واحدة. وبهالوقت رح أطلب من جوستان يتفضل بكلمته. مشكلة مش اوكي،
تفتحوا الفيسبوك عندكم بالسيرش فوق وتحطوا Lions D 3D District 351. تفتح ساعتها الصفحة بتحطوا لايك محل ما في لايك. لا لا ما في مثل ما قلتها Lions D 351. يلا جوستان تفضل. مش عم بيطلع مش عم بيطلع. طيب إذا ما بيفتح أحكيهم أحكيهم لأنه محل السيرش فوق سيرش على العالي فوق سيرش مش عم يمشي مدير شو. طيب حطوا Lions Clubs International D 351. أنا ما هيك حطيتها فتحت بغير طريقة. فإذا أوكي رجعوا مين فتحت معه هلا بأي نبيل فيك تبيني بلابتوب تاني Lions Clubs International D dot 351 D dot 351. لازم تفتح معكم هالصفحة. اوكي. طيب. إذا حفظتوا طريقة خلينا ننتقل هلا لموضوع الإعلامي مع جوستان. فتح معك ال اوكي طيب. ما في سبب تقني. اوكي رجعوا حطوا لنا بليز الصوره قبل صوره الفيسبوك. فيك تمشي من عندك اذا اعطيتك الفايب. بدو انترنت. اوكي اعطيتك انترنت. يس الو هام. طيب يلا احكيهم عادي. ايش اللي اخذ انترنت؟ هوت سبوت. سيتنجز. شوف اللي بدي ياخد. اوكي بس في مشكلة بالبروجرام يعني ولا باور بوينت. طيب عفوا على الخطأ التقني. مثل ما سبق دكتور الحاكم دكتور برجي حكي عن الموضوع الإعلامي. هلا بعرف انه النشاطات عم بتكون كثيره خلينا نقول على مستوى الانديه واكيد على مستوى ايضا العمل اللي عم بيكون من الحاكميه وغيره. فاليوم عم بيكون في طريقه جديده للتواصل تنقدر عن جد نعطيكم الصوره يلي انتم طالبينها واللي لازم تكون عن العمل لهيدي السنه اذا الله راد. فنحن عم بيكون عملنا بدايه لكيف يوصل الخبر لنا تنقدر نحن ننشره بالوسائل الاعلاميه يلي اكيد بتتقسم على عده اقسام وعلى عده مستويات. بدايه اليوم نحن نبلغ قبل فتره خلينا نقول يومين او ثلاثه عن انه في عمل او عفوا في نشاط
لنادي معين بده يصير. نحن بنتبلغ فيه حدا من النادي، خلينا نقول رئيس النادي او امين السر او اي حدا بيتواصل معي، اكيد ارقامي بتكون موجوده مع الجميع، بيتواصل معي شخصيا عبر الواتساب او الاتصال، بيعطينا المعلومات عن النشاط تمشي نحن ناخذ بعين الاعتبار انه نرجع نتابع فولو اب معكم بيوم النشاط. لما يصير هذا النشاط نحن ساعتها ننطر منكم عبر الفويس او عبر النص، اذا كان عندكم حدا بقلب النادي بيكتب نص عربي بيبعث لنا اياه نحن بندقق فيه ومن من من خليه يصير بصيغته الاعلاميه، وبالمقابل نحن نخلص من هالمعلومات بطريقه اللي لازم تكون، منرد الخبر للشخص اللي بعث لنا المعلومات تنكون اكيدين من كل معلومه حطيناها، ساعتها الخبر بصير موجود وقابل للحياه. خلينا نقول من هالمنطلق نطلب كمان الصور على القليل، يكون في عنا 3 صور واضحين مش فلو، ويكونوا بيعطونا عن طبيعة العمل. يعني اليوم إذا كان نشاط معين عم بيحكي فرضا عن عيادة نقالة، تكون الصور موجودة عن فحوصات معينة، عن وجود على الأرض مع ناس، ناخد الصور وبيصير الموضوع قابل أنه ينشر على الإعلام الداخلي والخارجي. شو يعني الإعلام الداخلي؟ الإعلام الداخلي هو وسائل التواصل الاجتماعي يلي عم نشتغل عليها اليوم، بلشنا فيسبوك وعم بيكون عنا اكيد بطبيعه العمل لاحقا رح نطلق مواقع اخرى، وعنا الموقع الالكتروني يلي اكيد صار عنده حل جديد خليني اقول واطلال جديد واطلاق كمان موجود، فكل الاخبار عم تنزل على كل الوسائل الداخليه تبع جمعيه انديه لايونز. لما تصير هالمواضيع موجوده بطبيعه الحال بصيروا انتم قادرين تشوفوها وتتفاعلوا معها. بالشق الآخر حسب طبيعة النشاط نحن كمان بننشر هذا الخبر خارجيا على مستوى الإعلام، شبكات التواصل الاجتماعي التابعة على مواقع الكبيرة بالبلد أو حتى عبر التلفزيونات والصحف والجرائد أكيد حسب الموضوع. وهون لازم نحط ملاحظة صغيرة أنه أوقات بتبعتوا لنا فيديو كمان خاص بالنشاط اللي عملتوه، قد يكون هناك في مونتاج صغير تنشيل بعض الأمور أو نزيد بعض الأمور تمشين تكون موجودة ومنزيده على شبكات اليوتيوب التابعة أيضا للجمعية. من هالمنطلق اليوم التغطية الإعلامية ضرورية جدا لألكم تأنتوا تعطوا الصورة اللي طالبينها، وتيكون دايما في نوع من أرشفة خلينا نقول للنشاطات اللي عم بتصير خلال هيدي السنة. هلأ بالنسبة للموقع الإلكتروني بترك كلام للدكتور برجي قبل ما أكمل. أوكي أنا بدو. أوكي إذا بدكم رقم تليفونه موجودة بالورقة بالفايل آخر صفحة. أنا بدي أخبركم شيء عن الويب سايت تبع الجمعية، الموقع الإلكتروني انطلق الويب سايت الخاص بالجمعية، بدأ العمل فيه جديا، انطلق حياة من حوالي أسبوع، وإذا بتفوتوا عليه بتشوفوا مش معروض ديركت للأسف، بتشوفوا انه صار الويب سايت الجمعيه فعال وديزاين شكله على شكل ويب سايت المركز الدولي. وهون ما فينا الا بالمناسبه ما نشكر الحاكم السابق ليون مرشد حاج شاهين يلي رصد بميزانيته وقت اللي كان حاكم مبلغ $3,000 لاطلاق الويب سايت تبع الجمعية، وحقيقة بدأ بالشغل. إنما تسلم كمان الحاكم وليد بشارة موضوع تفعيله، بس مثل ما كنا نعرف إنه الموضوع بحاجة إلى تيم وورك مهم، لأنه نحن بحاجة إلى داتا تنعبي كل الخانات الموجودة بالويب سايت، بالإضافة إلى أبديتنج لكل شيء فيه نشاطات. وحقيقة لهالسبب هالسنة خصصنا أو طلبنا من الملحق الإعلامي جوستان أنه يهتم بهالموضوع، وانطلق العمل جديا. هون رح أطلب من جوستان يحطنا كمان بأجواء الويب سايت. ما في مجال أبدا أنه نفوت أونلاين. المشكلة البروغرام عم بيطلب إنترنت بس. رح نأجل الفقرة بلكي بيكون انحلت المشكلة.
هلا رح ننتقل الى المحور الثالث يلي هو الشؤون الخدماتية، ورح نفوت على موضوع الشراكة في الخدمة. كلمة الشراكة في الخدمة بالحقيقة نحن ما اخترعناها، ابتدأت هالشراكة مع البلديات من أكثر من 20 سنة، وتوطدت أو زادت هالشراكة من تقريبا سنة 2006 وقت صارت البلديات تمول مشاريع الخدمة وخصوصا الليمديك. أما عبارة partner in service يلي ضفناها كمان هالسنة فهي كمان عبارة اعتمد المركز الدولي وشجع عليها من سنة 2004. المشروع هو بالواقع لتفعيل دور الأندية في الخدمة، لأنه نحن رح نقدم للأندية سلة خدمات شغلين عليها نحن كحكمية، ورح تكون خدمات متنوعة بمجالات متنوعة، وعلى النادي انه يختار خدمة او اكثر، لانه هالخدمات رح تأمن له عمل منتج باقل كلفة وباسرع وقت. انا رح اطلب هون من منسق GST District Coordinator دكتور جون كلود سعادي يتفضل يحطنا شوي باجواء الشراكة في الخدمة. مساء الخير، شكرا لحضرة الحاكم. مثل ما تفضل حضرة الحاكم وقال عن موضوع الشراكة بالخدمة، هو تعاون بين أندية المنطقة والهيئات الهيئات المدنية إذا بتكون أو البلديات، بشكل نقدم خدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين المقتدرين. اولا الشراكه بين مين ومين؟ الشراكه رح بتكون بين انديه اللايونز والليو، هيئات المشرفه على العيادات والخدمات اللايونزيه الحكميه، وطبعا البلديات او الهيئات الاجتماعيه او المدارس حتى. شو الهدف تبع برنامج الشراكه بالخدمه؟ طبيعه الحال الهدف هو انه نحن نوصل هالخدمة هي لأكبر عدد ممكن من المحتاجين لها، ولكن بنفس الوقت هو نساعد الأندية على تقديم أكبر عدد من الخدمات بأقل كلفة ممكنة، بشكل أنه ما نتعب الأندية وما يكون عندها كلفة مالية كبيرة لتقوم بهالخدمات. وهلأ بسياق التقديم هون رح نعطي بعض الأمثلة. كلنا بنعرف انه في بعض الخدمات الموجوده اليوم بجمعيتنا لحديث اليوم هي محصوره بالخدمات الطبيه او الاجتماعيه، ويمكن بالمستقبل تتوسع لتشمل نطاق اوسع من هيك. الخدمات الموجوده اليوم كلنا بنعرف على موجودين بالاوراق قدامكم، عندنا خدمه الكشف على البصر، عندنا خدمه عمليات المي الزرقاء، خدمه العنايه بالسمع والنطق، خدمة فحوصات السكري، خدمة مركز الخير اللايونزي من مطعم مسرح سينما لايونز بوتيك. كل هون اللي سميناهم لهون هن خدمات قائمة وعم تشتغل، ولكن على الطريق رح يكون عنا خدمات إضافية. مثلا عنا خدمة العناية بالأسنان هاللي رح تباشر قريبا، هون حطينا بأيلول ولكن بتصور رح تباشر قبل أيلول. عندنا خدمة الكشف على سرطان الثدي اللي عم بيصير إعادة تأهيل للعيادة تبعها ورح يصير انطلاقتها بأدار 2018، وخدمة فحوصات الدم كمان رح بيصير انطلاقتها بكانون الثاني 2018. طبيعة الحال كل خدمة من الخدمات هيدي عندها كلفة معينة، كلفة معينة بيتشارك فيها النادي والبلدية اللي بالمنطقة رح نقوم فيها بالحملة، ولكن هالكلفة هي مدعومة من الحكمية. رح ناخد مثلا
إذا أخذنا مثلا خدمة الكشف على البصر، هالعيادة هي قادرة تكشف على بين 80 و 100 شخص بالنهار. القيمة الوسطية للكشف إذا بنروح عند حكمة عاديين هي 25 دولار. طبعا في يمكن أرخص بالمستوصفات، وفي كتير أغلى إذا رحنا عند عيادات خاصة أخصائية. فإذا القيمة الإجمالية للحملة اللي نحن بنكون قدمناها هي حوالي 2500 دولار. هال 2500 دولار نحن رح بتكلفنا بس 300 دولار، طبعا لأنه كله مدعوم من الحكمية والعيادة مقدمة من الحكمية. هال 300 دولار رح بتتقسم على شكل 100 دولار على النادي و 200 دولار على البلدية. يعني بمعنى تاني النادي بيكون دفع 100 دولار وقدم خدمة للمجتمع بحوالي 2500 دولار. إذا أخذنا مثل تاني خدمة الكشف على سرطان الثدي اللي كلفتها أعلى، العيادة قادرة تكشف على 50 سيدة بالنهار. قيمة الكشف الواحد الوسطي 45 دولار، يعني قيمة الحملة كلها سوا 2250 دولار. كلفة الحملة هو 1100 دولار لأنه طبعا مدعوم من الحكمية، توزع على 250 دولار على النادي و 850 دولار على البلدية. يعني نحن البروتوكول اللي عم نحضره وهاللي راح يصير فيه اتفاق عليه بيننا وبين البلديات، تقريبا تقريبا راح بتكون الكلفة على النادي هي بين الربع والثلث، والكلفة على البلدية بين ثلاث ارباع للثلثين. هيك راح تتقسم. هلا عم نحضر هالبروتوكول مع البلديات، وعم نحضر كتيب بيشمل تفاصيل كل العيادات او كل الخدمات الاجتماعية والطبية اللي عندها يهون الحكمية. وهالكتيب راح يكون بتصرف كل الاندية. من مجرد تفتح الكتيب بتعرف حالة انا اذا بدي هالعيادة او بدي اعمل هالنشاط الخدماتي انا علي كلفة هالقد، وبيكون فيك طبعا اسامي البلديات الماضيين البروتوكول معنا. نحن هدفنا يعني باخر المطاف انه اذا نادي بشكل وسطي عمل ثلاث حملات بالسنة، على سبيل المثال اذا اخذ عمل حملة البصر، عمل يوم للعجزة بمركز الخير الليونزي، وعمل حملة الكشف على سرطان الثدي، القيمة الاجمالية للخدمة اللي بيكون قدمها هي 6500 دولار، اما الكلفة الحقيقية اللي هو تكلفها هي 600 دولار. حسب الدراسات اللي قمنا فيها نحن قادرين بشكل جدا طبيعي من دون ما نحمل الأندية أبدا نشاط فوق العادة، قادرة المنطقة إذا استعملت مزبوط الخدمات اللي عندها تقدم بسنة واحدة خدمات بقيمة مليون دولار للمجتمع. هيدا بشكل سريع نحن اللي حابين نوصله لألكم. أنا بحب أدعي كل الأندية اللي حابة تبعت أي مندوب ليجتمع معنا باللجنة التحضيرية لهالنشاط هيدا. نحن عنا اجتماع بثلاثين ثمانية بثلاثين آب، رح نبعث تفاصيل الساعة والمكان طبعا رح بيكون بالحكمية، ولكن رح نرجع نأكد عليكم أي شخص بحب يحضر وأهلا وسهلا فيه. نحن بصدد التحضير لهالكتيب وبصدد التحضير للاتصال بالبلديات لنحضر البروتوكول. نحن بأدار 2018 رح بيكون عنا احتفال اطلاق المئوية الثانية. ليش بأدار؟ لانه بأدار بيكونوا هالعيادات وهالخدمات اللي سميناها بتكون كلها جاهزة وصارت فعالة وموجودة على الارض، ورح ندعي عليه اكبر عدد ممكن من البلديات اللي حابة تشارك معنا بوقتها تكون موجودة. انا بشكرك حضرة الحاكم، وبرجع بتمنى على كل الاندية اللي حابة تشارك معنا تكون موجودة باجتماع 30 اب بالحكمية، وشكرا. شكرا دكتور جون كلود. هل من أسئلة؟ أوكي. إذا حدا عنده سؤال الحاكم نبيل الروس. في ميكرو معنا هون. مساء الخير مجددا. زميل جون كلود يسلم تمك على الكلام الحلو. معروف حضرتك بخبرتك متواضعة من سنين. بحب بس الفت النظر في موضوع البصر.
قدرة الحاكم انت طبعا بتآمن بالاستمرارية. صدر تعميم بأيامي وأيام المستشار كان معنا دكتور صلاح الليدي وكل الحكمة لايونز اللي هن بيشتغلوا ضمن حملة ضمن عيادة البصر، وهو لا يتعدى لأنه الحكيم عم فعليا عم بيداوم بين 3 إلى 4 ساعات ماكسيموم، ولا يمكن أبدا يشتغل بطاقة صحية ويفحص أكثر من 60 مريض. إذا صدر التعميد أن لا يتعدى 60 مريض، هلا بتصير أوقات 70 أوقات 75 بغض النظر، بس بيكون احترق دينه وبالنهاية قد يجوز إنه ما يطلع الفحص مزبوط، وهي مش منيحة للمجتمع ولا لللايونز. ثاني شيء حكيت على مجموعة حملات خلال هذه السنة بما يقارب $1,000,000، إنه كيف تتوقع $1,000,000 بدها تبلش بأداء فعلا الحملات الكبيرة واللي هي قيمتها كبيرة بأدار، يعني خلال بس 3 أشهر، مش عم نحكي ب 12 شهر أو 11 شهر. وشكرا. حكينا نحن قلنا $1,000,000 بسنة، بس ما قلنا بهيدي السنة، يعني نحن قلنا $1,000,000 بالسنة بهالعيادات الموجودة. واحد بعدين بعيادة البصر في إمكانية يكونوا أكثر من حكيم موجود، أنا معك. أي فحصية بأي اختصاص ما ممكن الحكيم حتى يشوف 40 أو 50 مريض، ولا ممكن حتى بالسنين في عيادة السنين معنا ما ممكن يشوف 40 و50 إلا إذا كان حكيم مخرج جديد بعد عمره بالعشرينات، يعني إذا كانوا أكثر من حكيم وبيناوبوا عن بعضهم ممكن كتير نشوف 80 حكيم بالنهار. تصور كان عندي نفس الإجابة. في شي سؤال تاني بخصوص الموضوع ليون عليا؟ بونسوار everybody. كان عم بيقول الحملة بتكلف النادي 250 والبلدية 750. قال لي صوتك شوي. كان قال حضرته انه اذا احنا عملنا حملة طبية النادي بيدفع 250 بينما البلدية بتدفع شي 750. بفتكر كل البلديات لما بكون عندهم هالإمكانية يدفعوا هالقد مبلغ كبير بالنسبة للبلدية. نحن رحنا كتير حملات سابقا بس ما كنا نحمل البلدية هالقد، ما بتعتقد مبلغ كبير؟ نحن بحسب البلدية رح أجاوبك، في كتير بلديات ما عندها مشكلة وبالمبلغ. نحن رح نتصل مع البلديات، مع عدد كتير كبير من البلديات، ويلي رح يتعاونوا معنا هن البلديات اللي قادرين يتحملوا المبلغ. اوكي بس اوكي، هل من اسئله جديده كمان؟ اوكي، بشكرك دكتور جون كلود. وي في سؤال؟ يلا. لا الحقيقه ما في سؤال، بس في توضيح نقله لالان جون كلود يعطيك العافيه. بس في عيادات اللي انشئت سنه 2013-14 في بروتوكولات بعدها سيره المفعول بكوتا معينه ببلاش لجمعيه انديه اللاينز، فبتمنى كمان نستعملها لانه فينا نزيد المبلغ ونزيد الخدمة في العيادة اللي بالمقاصد. وعنا عيادة عند دكتور عماد عسيران، وعنا العيادة بلدية سن الفيل، فبتمنى انه هون كمان نزيدهم لانه ما في شك في حصص لنا فيهم بعدد مجاني. اكيد 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 بنزيدها وبنستفيد منها اكيد. ثانك يو. انا بدي ادعي رئيس مجلس الاشراف. ما فيك تروح بالاخر دقيقة على بطنك حاكم. يتفضل الحاكم السابق المباشر فادي غانم. وبدعي رئيسة لجنة العناية بالسمع والنطق، وحديثا راح نقول رئيسة لجنة العناية بالأسنان سونيا صادر. موجودة سونيا؟ تفضلي. تفضل بدك تجي لهون حاكم. سونيا تفضلي.
حاكم فادي، نحن عرفنا انه بسنتك تاخذ بمؤتمر المنطقة قرارات عديدة بخصوص الخدمات يلي بيقدمها مجلس الإشراف. بهمنا نعرف شو هي هالقرارات اللي اتخذت، وهل في خطوات جديدة بدك تستكملها خلال سنتك؟ يسعد مساكم مرة جديدة. كمان التعديلات اللي أخذت بمؤتمر المنطقة، هل صار عندنا تغيرنا اسم مطعم الخير الليونزي، صار اسمه مركز الخير الليونزي، رح نقول هيدي آخر مرة هلا. وتم اعتماد خدمة فحوصات الدم كخدمة جديدة للميديك، وتم إضافة خدمة الكشف على الأسنان كخدمة جديدة لعيادة السمع والنطق. وهلا نحن بانتظار اكيد يقدموا هالهيئات الاجراءات التنفيذيه تنبلش نشتغل فيها، ومثل ما قلنا نحن كمان بالربعات انا راد رح يكون في اجتماع سريع تنتداول بكل هالامور ونرجع نمشي بهالخطه. ثانك يو حاكم، نحن معك لانه كثير بهمنا اطلاق كل هالعيادات الجديده واكيد تجهيز العيادات اللي بحاجه الى تجهيزات. ثانك يو. هلا جوستا، هل في مجال نعرض شيء بخصوص كريم؟ اوكي، في عندك ايكون سونيا صادر؟ نمشي. الو الو، يا بونسوار. شايفين قدامكم العيادة النقالة. أول شيء كان فيها كرسي للسمع واحدة، بما أنه السمع كان السنة كان كتير قليل الطلب عليها بالنسبة لغير عيادات، بقى فكرت مرة كنت بضيعة كتير كتير فقيرة، وإجا واحد عم بيسجل اسمه، هو عم بيحكي سنينه كانوا أسود أكتر من الأرض، شي بيقرف. بقى فكرت قلت لها بنعمل عيادة سنين معها بذات العيادة لأنها كانت كتير كبيرة للسمع. اتصلت بالحاكم واتفقنا وكذا وهيك، وبشرنا على اسم النادي تبعنا يلي هو الموتي بانان جرين. نحن من نشاطاتنا السنوي عملنا كتير اشياء، وبيناتهم هيدي العيادة تقدم من النادي اكيد مع مجلس امنا من الاصحاب والاصدقاء. ثانك يو. بقى عيادة سنين موجودة قدام إذا ملاحظين محل ما كانت كرسة السمع يلي زير العيادة النقالة، وكرسة السمع صارت لورا، يعني بيطلع الشخص على العيادة بتطلع بوجهه كرسة السمع وقدام كرسة السنين. ساعة العيادة للفان ساعة 2 وفيها كومبريسور وفيها راديو، الراديو جديد يلي ما بيتعلق بالحيط يلي هو مثل الكاميرا تطلع على الكمبيوتر، وجبنا الكمبيوتر، يعني كلها صارت ماكسيموم مجهزة. بعد في عنا بس كوان بدنا نعملها غسالات، هيدي بتيجي بعد شوي لانه بضيق الوقت اجوا ركبوا لنا اياها، وكان بعز الشوب يعني اضطرينا نحطها بمحل في وندور الاير كونديشن. هيدي للراديو اذا رايحين عند حكم اسنان طالعين جديد بيقدروا يشتروا هيدي لانه فريمان كثير غاليه، بتطلع الصوره دغري على الكمبيوتر، وتحتها في هيدي الورقه يلي هي مثل ملخص للزيارة يعني للكونسلتاسيون، بيطلع عليها الاسم والتاريخ وصورة التم كله، وبيقول له الحكيم للباسيون بيقول له أي سن لازم له تصليح، بيحط له مثلا مولير وكل شيء هولي، بيحط له عليهم إكس تيروح عند حكيمه. نحن ما بنفوت بالديتاي بس بنعمل لهم كونسلتاسيون وراديو، وبياخذ الراديو معه يلي هو ببلاش، وبنعمل الديتارتراج لتنظيف السنين. هيدي هي حملتنا الطبية. وفي كتير من اللايونز حكم سنين أنا بتشكرهم يلي فاتوا معنا بالمجلس الأمنا، كلهم متعاونين معنا ومقدمين حالهم مجانا، كل الحكمة يلي رح يفوتوا عن العيادة كله مجانا، وبشكركم. لايون سونيا، شوية تفاصيل.
عندك فكره متى ممكن نبدا بالعياده؟ التلاته بيخلص كل شيء، لان بالانستلاسيون احنا خلصناها تقريبا، بس طلع في حطوا لي السنجري حط محل المي بهول يعني فيها شويه تظبيطات، بس التلاته عشيه بتكون حاضره. سؤال اخير، فكره عن الكلفه؟ الكلفة بدنا نحكي فيها، لأن صارت عيادتين بعيادي. هلا مثلا وقت بدنا النادي ياخذ العياده كامله مثلا بدهم اثنين السمع والسنين، اكيد ما بناخذ منه ترانسبور على الثاني. ترانسبور هو واحد للعيادتين، يلي بده عياده السمع بتيجي حكيمه السمع، يلي بده سنين لحالها بيجي حكيم سنين، بس الترانسبور اثنين بسعر بكلفه واحد. بالمبدا باول لقاء لمجلس الشرف بنحدد هذه الامور ونشتغل على سوا. حاضرين. اوكي حاكم. هل من اسئله موجهه الى الحاكم فادي او الى ليون سونيا؟ باردون. ثانك يو ميرسي. وكثار من الاصدقاء من اللايونز وهيك قال ناطرين تتمشي تيبلشوا، هو اول باسيون رح يمرق عليها هو شوفير الفان، لان فريمون شاف له سنين وجوزي قال بده اول شيء هو ينظف له سنينه، بقى نبلش فيه وبعدين تكرم عينكم بدكم اياه بيصير، بس الكلفه اكيد مش غاليه لانه البلديات رح تشارك معكم. وشكرا. في سؤال ليون روضه؟ ما سمعنا لحظة واحدة، ما سمعنا. عم تسأل عن الكيلومتراج. قرار. مساء الخير. بس بدنا نسأل على كلفة العيادات النقالة اللي بدنا ناخذها النادي يتحملها، حتحسبوها على بعد على تكلفة الكيلومتراج؟ نو نو، هيدا القرار بعد ما اتخذ، بكره بمجلس الإشراف بنشوف إذا لأنه كانت تبقى غالية وكثير نوادي ما أخذوا العيادات لأنه كانت التكلفة غالية، تنجيبها من الحكمية لعنا لناخذها للمحل ما نحن عاملين الحملة كثير كانت التكلفة غالية. اوكي، رح ناخذ هالملاحظة بعين الاعتبار، بس يطلع قرار أكيد بنعمله عليكم. ثانك يو. ميرسي. اوكي. ميرسي ميرسي حاكم. الله يعافيك. هلا بدي ادعي حالي، انا اللي بدي احكي عن برنامج السبع نجوم. فينا نمشي جوستان؟ عظيم. كريم ماشي الاونلاين؟ كمان اصبعي. للأسف مش ماشي. طيب البن ما بياخد بن، مش حافظ البن، ما بعرف باسورد كود. لا لا ما في، بس الفينجر برينت هو البن. اعمل بلوك. رح ننتقل للفقرة اللي بعدها يلي هي اللقاءات والمؤتمرات الدولية. بطلب من الليون نزيها علم الدين تتفضل. تفضلي لهون نزيها. Bonsoir.
لو نزيها نحن بنعرف انه حضرتك رئيسة لجنة فورم اوروبا، وفورم اوروبا هو باخر كم يوم بشهر سبتمبر، واللي بدي اقول بدي اضيفه انه اشتغلتي اشتغلتي هالمؤتمر مثل ما لازم، حتى عرفت انك سافرتي الى البلدان يلي رح نروح عليها يعني اوروبا وايطاليا، حتى تشوفي عن قرب كل الاماكن يلي رح نزورها. بتمنى تعرضي علينا كل شيء عندك من معطيات وحجوزات واسعار، واذا مشي الباوربوينت فيك يمكن مشي. عم بيقولوا لي لحظه اللي نشوف. يلا تفضلي. نوع بيطلب بين كل مرة هي فينجر برين. اوكي يلا نزيحة. اول شيء مساء الخير. بدي بس اقول مرسي للحاكم دكتور نصر الله برجي على ثقته فينا، مرسي لك لانه سلمتنا مهام ان شاء الله بنكون قد المهمة يلي اعطيتنا اياها. مؤتمر اوروبا حيكون من 27، هو المؤتمر 28 29 و30 بس سبتمبر ايلول، بس نحن ما في طياره ديركت تروح ب 28، مشان هيك حنبلش رحلتنا من 27 ونروح ديركت مع الميدل ايست، مشان ما نعمل عده ونروح وقتنا ببلاش بمنطقه هي اجمل مناطق العالم، انا بعتبرها اجمل منطقه بالعالم. انا سافرت ورحت وزرت البلاد كلها اللي نحن بدنا ندعسها، انا دائما بحب كل بلد كل رحله بدي اعملها اكون شايفتها ومأمنه انه ما في اي مفاجآت، اي مفاجأة بلغيها وبحط غيرها. مشان هيك انا سافرت على مونترو، سافرت على الكل وشفت الرحله كلها من اولها لاخرها. هلا انا كنت عملتها باوربوينت وتعبانه عليها كثير وواضحه كثير، بس ما بعرف شو صار معهم، عندهم بروبلم. جوستان شو يعني ما حتحط حتى الهيدا؟ طيب حمد يعني حتى الشات السكرين شوت ما بيطلعوا جوستان؟ خلينا نقول انه نحن بمنطقه هي من اجمل مناطق اوروبا، من اجمل مناطق العالم انا بظن، لانه فعلا انا سافرتها وكنت حلوه كثير. حنترك ب 27 الصبح بكير على 8:30 7:30 بالميدل ايست، وحنوصل على جنيف. من جنيف طبعا لحقنا وصلنا حرام ما نشوف الفونتين، في فونتين بجنيف كثير حلوه طبعا كلكم بتعرفوا انا اكيد بالك الماوي، فنحن بدنا نعمل تور بقلب جنيف، نحن بنوصل الساعه 11 الساعه 10:30، من 10:30 نحن كثار عبال ما نطلع حيكون الباص في شركه سياحيه حتكون ناطرتنا قدام المطار، حناخذ الباص وما بدنا اعداد كبيره، نحن انا قلت له للدكتور مصطفى الحاكم انه خلينا نحددها ما تكون مفتوحه كثير، بس ليلي هم انترسي انه يروحوا، ما نعمل لها تسويق كثير، لانه صعب باوروبا منا مصر منا دول عربيه، صعب نقدر نعمل هالرحله كثير اعداد. فنحن حنوصل 10:30 حناخذ، انا اعتبرت انه بين 11:30 و12 بنترك المطار، بناخذ الباص وبنروح باتجاه شاموني. قبل ما نروح على شاموني على طريقنا بنبرم نشوف اللاكليما وجنيف كلياتها بيعملوا لنا اياها ساعه كاس دولا، وبنروح على شاموني. شاموني هي من احلى مناطق التزلج بالمناطق السويسريه. بناخذ اسمه الكيبل كار اجوي يلي بتطلعنا من اسمها كار اجوي دي ميدي، بناخذها وبنطلع بالمون بلان بالاليفيتور وبنوصل لفوق. في عنا شغلتين نعملهم فوق، في محل ما بنوصل هي الساعة 4:30 بتسكر، قبل ال 4:30 نحن لازم نطلع الساعة 2، معنا من 2 لساعة 4. في عنا شغلتين هي لما بنوصل لفوق الاليفاسيون فوق تبعت المون بلان، وفي عنا شيء اسمه ستيب انتو ذا فويد.
step into the void هي من أحلى يعني انتخبوها أحلى مكان سياحي بسويسرا. هي أوضة من إزاز أرضها من ثلاثة أرض فوق بعضها من بعض وبيكون تحتكم في 3800 متر بتشوفوا كل ساوث إيطاليا تحتها. فحتكون شغلة كتير 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 بديعة وإكسبرينس رائعة وطبعا ما في أي شيء بفزع لأن كلها مسكرة ما في شيء بيخوف. ننزل من ستيب ان ذا فويد ونروح على شاموني المديني نعمل تور المديني وهنيك حيكون الاوتيل حنتعشى بمطعم بيبروم احلى مطعم بشاموني كتير حلو رائع ومننام باوتيل بشاموني بالمنطقة. تاني يوم الصبح بدنا نقوم بكير عندنا كمان شغلتين بدنا نعملها. اول واحدة في احلى ريستوران معقول تشوفوه هو نحن على طريقنا رايحين من شاموني على على مونترو ناخد المطعم وبدنا ناخد وراء دغري هو بيسمون الهايست اتراكشن بيوروب هيدا المطعم. الواحد يا ريت في الصور كنتوا شفتوا الروعة تبعيته بس شو بدي اعمل يلا ما علي حظنا هيك. المهم ناخد وبعدين عندنا الجروت في كاف كلها من ثلج هي اللي ان كان فيها كرسي من ثلج شو ما فيها هو اسمها الكاف الثلج بدنا نشوفها ونشوف اعلى بيك تحتنا بهالمنطقة هيدي اللي بدنا نكون فيها. الساعة 12 نترك منروح لميح مونترو نوصل الساعة معنا ساعة ونص على الطريق 90 دقيقة نوصل على مونترو الساعة 2:30 المؤتمر ببلش الساعة 4 الساعة 4 نطلع على منفوت من غير تيارنا منروح على المؤتمر وبعدين منروح بنخلص مونترو المؤتمر جمعة نهار 22 29 30 30 من واحد الشهر نتحرك ومنروح على الجريير. الجريير محل ما في الجبن والشوكولا ونتغدى بالشاليه الفوندو كمان شغلة كتير رائعة. بعدين نتحرك للإنترلاكن. إنترلاكن كل الناس بتعرف إنها أحلى منطقة بسويسرا هنوصلنا هننام فيها هنعمل وهي السانتر لسويسرا هي السانتر دو سويس الألب سويس بنقعد فيها وبعدين بننام فيها للإنترلاكن وفيها ينبيع وأنهر وهيك نرجع نتحرك 2 أكتوبر بنروح على بنروح على جامبل وورد. الجامبل وورد بناخد الكيبل كار ونطلع لأعلى قمة بكل أوروبا نطلع منشوفها فوق مثل فرانكفورت كتير حلو الكيبل كار ومنشوف في بانوراميك ووك نقدر نمشي فيها نعمل المستشفى هونيك خبرتينا كل شيء هون وبعدين بنتحرك من انترلاكن ونروح على زيرمات ايه بس هلا هيدي النافورة تبع اول وحدة كان في قلب جوستان بعدين بنروح على زيرمات كلنا بنعرف زيرمات هي سانتر تبعيت السكي تبعيت سويسرا يلي الناس كلها العالم كلها هيدا الدالوفيد يلي ماشي هون هيديك فوق هيدا هيدي الاوضه بازاز اطلع جوستان هيدا اطلع هيديك الكيبل كار هيدا البانوراميك المطعم يلي بقلب الجبال طيب الباقي بدنا نزيها سوربريز سوربريز بس كلمتين بعدين بنخلص من زيرمات بنروح على ايطاليا على ليك كومو من ليك كومو بنشوف بنشوف جاندريا ومنركب البوت ومنروح على على كومو وعلى من جاندريا لحديت بلاجيو مش مهم بلاجيو بنتعشى على النهر ونطلع وناخذ ثاني يوم طياره هون الكلفه شو هي الكلفه يلا الرحلة أنا عملتها وبرمتها خطوة خطوة الرحلة أنا بقول ولا ممكن تتكرر لأنه أحلى نقط بهالمنطقة حتشوفوها وبتعتبر من أحلى نقط بالعالم. الكلفة للشخص بأوضة دوبي بالدوبي هي 2285 أورو وللسينجل لوحده وقليل السينجل يلي عم بيحجزوا
2785 في 500 أورو زيادة اللي هي كل واحد لحاله الأوتيل والهيدا. عنا 7 ليالي بالأوتيل والطيارات كلها ميدل إيست والتحركات كلها مدفوعة والمؤتمر لوحده 500 أورو مدفوع بقلبهم مش براتهم كله مدفوع هنيك ما بتدفعوا ما في كله محسوب. Thank you. Thank you نزيها وإن شاء الله رحلة موفرة. بتمنى لكم إنه كلكم تقدروا تروحوا بعد الرحلة. يلا بدنا ننتقل ماشي الانترنت هلا نطلع ويب سايت اونلاين بدنا نطلع اونلاين يلا فاز ندوري الويب سايت اوكي طيب الويب سايت بدكم تشوفوا هلا الويب سايت حطوا اونلاين اوكي بدايه بنرجع نعتذر على الخطا التقني بالويب سايت بس نفوت على المين بيج على www.lionsd351.org بس نفوت عليها تلقائيا اول شيء بيطلع قدامنا الفليب بيكتشرز يلي بيقربوا كل 9 ثواني بطبيعه الحال انا رح امشي شوي بالماوس لانه كنا عاملين برزنتيشن تفسر بالنسبه اول شيء للسكشنز اللي عندنا اياه الهيستوري اكيد بتحكي عن تاريخ الجمعيه الباست جوفرنورز كمان لما بتفوتوا بنقدر نعرف مزبوط عن الحكام السابقين اللايبراري كمان بيكون في مجموعه من الصور الاي بيمنتس كمان بكره بتتفعل بطبيعه الحال لكرمال تكون عم بتتابعوا امور الماليه الديستريكت جوفرنر بتكون كمان هذه خانه خاصه بالحاكم ديستريكت كابينت لاينز كلوب وهون كمان كل الانشطه اللي تابعه لللاينز كلوبس او اي شيء خاص باللاينز كلوبس بيكون موجود ضمن هالخانه لاير كلوبس كمان الايفنتس هون اذا بتشوفوا مثلا بالايفنتس إذا منفوت عليها بطبيعة الحال هون كله بده يطلع updated بتصير تنزل هون حسب المواعيد اللي بتكون عطينا إياها بنعمل لها update هيك كل اللي بيفوتوا على الويب سايت بيقدروا يشوفوا مزبوط كيف بتصير الأمور أو كيف بيقدروا ياخدوا مواعيد المواضيع كمان السيركلرز هيدا شيء internally كمان بتلاقوه والنيوز مثلا فرضا بتفوتوا على النيوز تشوفوا كل الأخبار الخاصة مثلا بيكون في أنشطة أكيد حسب التوقيت الزمني لما نكبس مور نقدر ناخذ كل الاخبار الجديده هلا نحن اكيد عم بنشغل على كل شيء بطبيعه الحال من هلا لخلال 60 يوم كل فتره عم نجدد وعم من هلا ل 60 يوم بيكتب للعمل نهائيا بالموقع الالكتروني واكيد في كمان الكونتاكت اس اذا بنرجع شوي ثانيه على المين بيج نقدر نلاقي كمان من تحت يعني بنرجع بنكبسها اكيد نزعم نشوف لتحت كمان على الفيسبوك هون التويتر اكاونت يوتيوب اكاونت وايضا السايتات الموجوده برا كمان رح يكون في خطه اعلانيه ايضا ضمن الموقع الالكتروني واكيد بينزل فيديوز والمواضيع بتنزل تباعا على الموقع الالكتروني عم بيصير في تحديث كبير اكيد عم نواكبه بطريقه تتناسب مع الاخبار وطبيعه المواضيع اللي بتبعتوا لنا اياها ان كان فيديو او فوتو بالنسبه للفيسبوك كلنا سوا بنفتح فيسبوك وبنعرف عم بيكون كمان تطوير بشكل انه كل الاخبار تنزل على الفيسبوك وتنزل على الموقع الالكتروني حدا عنده اي شيء سؤال عفوا نعم لا نحن بنعمل نحن بنعمل ابلود هون وهون وعلى كل المواقع اللي نحن موجودين عليها نحن المانيوالي بنعملها لانه اوقات في اشياء بتكون على الفيسبوك ما يعني بنعدل فيها شوي على الموقع الالكتروني اوكي اوكي شكرا بعد في سؤالين www.lionsd351.org اوكي بكره اكيد بنبعث لكم بطريقه ما قدرة الحاكم تفضل الفيسبوك صار له اكثر من 7 سنين واذا بتفوت عليه من 7 سنين اليوم بتشوف كل النشاطات الموجوده شو مصير الداتا الموجوده اللي كانت على الويب سايت القديمه يعني انا بسنتي اعطيك مثال كان في داتا سلمت الي من لاهو مرسال سلامه والحكام اللي من بعدي واللي قبلي كفوا عليه يعني هلا شو مصيره هذا جديد؟ نحن بدنا نشيل من الصفر؟ نحن بدنا ناخذ كل الداتا القديمه ونحطها بالويب سايت نعبيها يعني في محلات هيستوري في محلات رح يجاوبك كمان اول شغله بالنسبه للموقع الالكتروني بطبيعه الحال كل شيء موجود ما نعمل له ابلود خاص ب يعني باللاينز موجود في اشياء عم تتعدل مثلا رئيس نادي تعدل نحن بنعمل ابلود واللي بيبقى
بالنسبة للمواضيع الموجودة على الموقع الإلكتروني أكيد بتبقى، لأنه نحن شغلتنا نأرشف كل المواضيع. بالنسبة للفيسبوك شيء مختلف. بالفيسبوك من أول ما تأسس البيج على الفيسبوك كل الأخبار أكيد موجودة وبتمشي بالتسلسل الزمني، وصلنا إلى اليوم بطبيعة الحال. هذا الشيء اللي بيخلق نوع من الاستمرارية بهالموضوع. أكيد ما بنمحي داتا، أكيد ما بيكون في داتا ضايعة، كله بيكون موجود، وهذا هدفنا من هلأ لبعدين. نو طبيعة okay. الحال. حاكم سامي بربيري، كان عندك شيء تسأله؟ Thank you, Justin. راح ننتقل إلى الموضوع برنامج السبع نجوم. شو بتريد جو؟ أوكي. مثل ما بتعرفوا إنه هدفنا بهالجمعية هو الأندية أولاً، بهمنا نحن تحفيز الأندية، ولتحفيز الأندية خلقنا لها برنامج جديد اسمه برنامج السبع نجوم. ونحن رح نعرض عليكم هلا في مجال على السكرين ولا بحكيهم ديركت؟ ديركت. اوكي. رح يكون في سبع فقرات، بكل فقره في مجال معين بيقدر النادي يربح فيه نجوم. اول شيء ممكن النادي يكون نجم الاجتماعات الناجحه. إذا النادي بيعمل اجتماعات دورية، إذا النادي بيوزع جدول الأعمال قبل أسبوع، إذا بالاجتماعات في نصاب قانوني، إذا في تلاوة محضر المقررات بآخر الجلسة، وإذا يرسل المحضر إلى الأعضاء، بيكون النادي عم بيشتغل مزبوط وبيقدر يحصل على عدد من النجوم بقدر ما هو بيلبي هالطلبات. الفقرة الثانية هي نجم الإدارة الناجحة. على النادي انه يرسل المونثلي ممبرشيب ريبورت بالعضوية وبالنشاطات، نعرف كمان شو هي حركة الأعضاء بالأندية إذا في فقدان أو زيادة، P101 تنبعث بالوقت المناسب بنيسان، دفع الاشتراكات بموعدها، وإرسال أسماء المندوبين إلى مؤتمر المنطقة. كل ما طبق نقطة بيربح نجمة. عندنا النقطة الثالثة هي نجمة العضوية. بتاريخ 1/6/2018 كل نادي بيزيد 10% من عدد أعضائه اللي كانت ببداية السنة أو ما بيخسر ولا عضو بيربح كمان نجوم. نجم المشاركة، أكيد هون عم نحكي مشاركة بلقاءات واجتماعات الحكمية. في عنا 4 برلمان، في عنا تسلم وتسليم، عنا مؤتمر المنطقة، وعنا حفل إطلاق المئوية الثانية للخدمة. بهمنا هون إنه النادي يشارك وحقه بيربح نقاط أكثر بقدر ما في أعضاء من نادي بيشاركوا أيضا. نجم الإعلام، نحن نعرف إنه في بروسيدجر معينة حكى عنها جوستان لازم نتبعها لنشر كل نشاط خدماتي، في حال اتبعت كمان هون في ربح نقاط ونجوم. نجم المشاركة في الخدمة، حكى الدكتور جان كلود سعادة عن سلة الخدمات، كل ما نادي بيستعمل خدمة من هالخدمات أيضا بيربح كمان نجمة. وأخيرا نجم الخدمة العامة يلي هي خارج السلة الخدمات اللي عم نقدمها. أخيرا في نهاية السنة رح نجمع كل هالنقاط، رح نقيم هالأندية، وما في شك رح يكون في تكريم لهالأندية مع جوائز عديدة يلي هي أهمها تيكت سفر لحضور المؤتمر الدولي في ميلانو 2019. بقى هيدي طريقة لتحفيز الأندية، طريقة جدية بهمنا أنه كل نادي من البداية ياخد هالموضوع بعين الاعتبار ويبلش يجمع نقاط أو نجوم. بدي هل في أسئلة بهالموضوع؟ في عندكم أصلا ورقة موجودة بالفايل تبعكم محطوط كل هالشي بالتفصيل مشان تقدروا تتبعوها بدقة. هل في أسئلة؟ ننتقل للموضوع الأخير أو قبل الأخير يلي هي الشؤون. تفضل رجاء الصف رئيس لجنة اللواء. علي صوتك شوي رجاء. شكرا.
طبعا طبعا ايه طبعا اكيد ونتمنى. اوكي طيب ننتقل هلا لموضوع الشؤون القياديه. بموضوع الشؤون القياديه بدي بشركم هون انه المنطقه 351 حصلت على موافقه المركز الدولي اوكبرو لقيام دوره قياديه Emerging Lions Leadership Institute بالاردن. المركز الدولي رح يساهم هو ب 50% من التكاليف، والقسم الباقي رح يتوزع بين قطاع الاردن وبين الحاكميه. المركز الدولي عين الحاكم السابق المهندس سمير ابو سمره رئيس للانستيتيوت. نتمنى نسمع من الحاكم سمير شو عندك معطيات جديده بهالموضوع. اسمع بيها. طيب فينا ندعي اللون وجيع الكيري بيظهر يا حو برا. مساء الخير، خلينا بس نربحهم وقت هلا بس يجوا بيكملوا. اذا بعد لكم جلاله تسمعوا، انا بدي هني الحاكم بمجلس الحاكم وبالبرلمان اللايونزي اللي هو طبعا مثل ما شفتوا بيوضح امور كثيره ومن كل النواحي الاعلاميه الخدماتيه وغيرها. فالحقيقه انا بدي اشكر المركز الدولي اللي عيني، بس هاي الانستيتيوت اوف ليدرشيب رح احكي بس عاد هيك حاكم فريد لو وافق. واذا بشهر ايار اجاني تعيين ككوردينيتور، انا ما في رئيس بعيدي، في كوردينيتور للانستيتيوت اوف ليدرشيب. انا بدي اقول شغله، شو هي الانستيتيوت اوف ليدرشيب؟ الاول الانستيتيوت اوف ليدرشيب لاينزية من خلال الخدمه، اهم عمل بيعملوه لللاينز ولليو روجيه، اذا بعده روجيه اسف هون، اهم شغله لللاينزي اللي بيخدم الانسانيه بكل شغله، اللي بيخدم حاله او نحن بنخدمه اذا عمل دورات تدريبيه لشيء اسمه قيادة. القيادة مش زعامة. كيف بتثقف نفسك بطريقة التعاطي مع زملائك مع رفقاتك بالعمل بكل المحلات. فطبعا الانستيتيوت اوف ليدرشيب اول مرة بتجي على الشرق الاوسط، وحتى على افريقيا تجي مع المؤتمرات اللي بتسائب بالاول افريكا كونفرنس ووقت ما بتكون. فلهالسبب نحن عنا حظ هالسنة المنطقة 351 تستضيف الانستيتيوت اوف ليدرشيب. هيدي منه فقط للبنان والاردن وفلسطين والعراق، هيدي ريجيونال انستيتيوت. انتم بتعرفوا في اربع انواع ليدرشيب انستيتيوت، في الايمرجينج لاينز، لاينز اللي بعدهم يمكن ما عنده رئيس نادي حتى بس عنده الاندفاع، مرقوا له سنتين لتاخذوا فكره عن الريكوايرمنتس وعنده الطموح ممكن انه ينقبلوا بهالمدرسه. في السينيور اللي بيكون صار بالدرجه الثانيه لاعلى، يعني صار عنده تدريب بالاولي، وفي الادفانسد اللي بيوصل لمرحله اللي فيها خبره اكثر وبتنتهي بالفاكولتي ديفلوبمنت. في عندنا كثير بالمنطقه حضروا انستيتيوت اوف ليدرشيب فيها فاكولتي اوف ديفلوبمنت، وعم بيكونوا اكثرهم للايزمي بالهند، الفاكولتي اوف ديفلوبمنت والادفانس ليدرشيب سيشنز. هالسنه في هاي في هذا بخبرنا الحاكم وجيه عنهم كمان، في بدلهي وبومباي في سينيور وفي ادفانس، في اثنين. واما عندنا الحظ هلا تعالوا نحكي عن هاي بالاردن، عندنا الحظ انه في انستيتيوت اوف ليدرشيب بالاردن، والعدد اللي بده يتاخد هو 30 شخص من كل دول الشرق الاوسط ونورث افريكا، يعني في فرنسي وفي انجليزي. فالعدد ضيق، معناتها بده الكانديديتس اللي بده يتاخدوا بده يوافقوا عليهم ريجيونلي في ابلكيشنز. بكره بيجيكم خبر ومعلومات عنها، رح ينعمل طلبات بتقدمون وخلوا الدور للناس اللي هم مش صاروا رئيس اقليم وقطاع وهي، الا اذا سائب ممكن كم واحد حلب يعملها. هيدي بينحكى عنها بعدين بفورمولا بيبعتها الحاكم اكيد،
وراح تنبعت لمصر، نورث افريكا، البحرين، كل المنطقة اللي عندنا راح يكون لها حق المشاركة بالانستيتيوت اوف ليدرشيب. فأنا ننتبه انه اتس ريجيونال، مش بس محصورة بهالدستريكت. فأنا نفخر للبنان انه الأردن والعراق، المنطقة كلها وخاصة الأردن اللي عم تستضيف هالموقع، وباتفاق مع الحاكم نصر الله انا تمنيت انه تكون اللاين عايدة قعوار لخبرتها الطويلة ولنجاحها بالمؤتمرات اللي عملتهم، انه تكون هي بالأردن المنسقة والمنظمة بالإنستيتيوت، لأن احنا قاعدين هون، ورح تكون بأوتيل إيبس من سيريز أوف أكور بالأردن. واحد بده يدفع مبلغ بسيط $150 تقريبا بنحدد بعدين، وكل الاستضافة بتكون ببلاش 3 أيام، الأوتيل والجالا دينر وقعد بتكون مأمنة طبعا على حساب السبونسرز والإدارة الدولية مثل ما قال الحاكم نص بنص. فبليز الليدرشيب هي أهم شغلة إنه أنتم فيكم تنموا حالكم فيها. اللي بيحب يتصل بالحاكمية، لأنه بدها موافقة الحاكم بكل واحد بمنطقته، بدها موافقة الحاكم والجي ال تي ليدر، كما بدها تمر على الاريا ليدرشيب. شكرا لكم. شكرا حاكم فريد قعوار. الليدرشيب انستيتيوت رح تكون بالاردن، بهمنا نعرف كمان شو تعليقك على الموضوع. باسم لينز الاردن نرحب فيكم ونقول لكم اهلا وسهلا. اذا كان بالاوتيل ما في غرف، صدورنا كبيره وبتسع الجميع. نتمنى نشوفكم عندنا بالاردن، وان شاء الله راح يكون بين 23 ل 25 فبراير. وبشرفنا اليوم انه رئيس قطاع الاردن الليون نضال داوود موجود، ومبدئيا الموافقه على سبونسرز من الاردن نحن جاهزين، لانه المنطقه 351 لبنان الاردن العراق وفلسطين كمل بعض، ونحن بنعتز وبنفتخر وبنقولكم شكرا على تكريم الاردن بالمؤتمر اللي راح يعقد بالاردن. واهلا حاكم وجيه، بصفتك جي ال تي اريا ليدر ومسؤول عن منطقه شمال افريقيا والبحر المتوسط، اعتقد اتش 6 افريقيا، هلا بتقلنا شو هي؟ الحقيقه ما حطول، بدي اشكر حضره الحاكم للفرصه الاتاحه اليوم انه نعمل اول اطلاله موحده بين التعيينتين يلي اجونا للمنطقه 351 للاريا، للجي اس تي الحاكم سمير والجي ال تي. انا ما حارجع فوت بتقنيات الامور لانه رح يكون عندنا غير منابر نقدر نحكي فيها ونفسر اكزاكتلي شو مهمه هالاكشن جلوبال اكشن تيم اللي انعملت بجمعيه انديه اللاينز، وكل واحد شو دوره وكيف رح نعمل. انا بدي اكد على موضوعين لانه هيدا الاساس اليوم، انه نحن رح نبني لثقه متبادله لانجاح المهمه بشكل ثنائي وبشكل ثلاثي مع حضره الحاكم بكل الامور يلي رح تتطلبها المهمه. بدي اقول لكم انه انا كثير فخور انه ليدرشيب انستيتيوت رح تكون بالاردن، لانه الاردن كثير عزيز، وبتصور الكل بيعرف مدى محبتي للاردن للاخوان بالاردن، واكيد عنا خبره الحاكم السابق فريد قعوار يلي ما ممكن نقول له كل احترام. انا والحاكم سمير على تواصل وعملنا خطه عمل مبدئيه، ورح نكون تيم لانجاح المهمه ان كان الخصو بالسيرفيس ام بالليدرشيب. حابب بس اكد انه تبع ريجنال، وهذا كثير مهم مثل ما قال حضره الحاكم، معناتها انه رح تكون المنطقه 351 هي مكان استقطاب لفيوتشر ليدرز، المكان لفورميشن لكل هالليدرز يلي تابعين نحن لها. حضره الحاكم هي التعيين لمصر 352 لثلاث البلاد العربيه اللي هن بشمال افريقيا، الاخوان بالجزائر وتونس والمغرب.
بالإضافة إلى ديستريكت 351 يلي فيه الأربعة بلاد، وعندنا كمان تو أندستريكتد يلي هم البحرين والإمارات العربية المتحدة. بدي أنا أقول بس إنه ما فينا ننجح إلا إذا كنا وان تيم، ولازم أقول مثل ما الحاكم ذكرنا عندنا رئيس لجنة لو كتير ناشط، وهيدي الانستيتيوت والبروجرام ليدرشيب ما بيكتمل إلا إذا بلشنا مع اللو، وبدنا نتكل انه كمان الان روجي يكون معنا بالتيم تبعيتنا نقدر نفتح كمان مجال، نفسح مجال للليو يشاركوا معنا بهالبروجرام. انا بدي اشكركم، رح يكون عندنا لقاءات تانية باطلالات موحدة، وبدي اشكر حضرة الحاكم، والى اللقاء بالاردن. ثانك يو لك حاكم وجيه. رح ننتقل الى الموضوع الاخير يلي هو الانتخابات الدولية. بدعي المدير الدولي السابق ليون سليم موسان للانضمام. دائما بنخليك للاخر ما تاخذنا مدير. اذا بتحب تحطنا باجواء التعديلات القانونيه الاخيره بالمركز الدولي، شو في مستجدات بهالموضوع؟ بدي اشكرك حاكم للفرصة هذه لحتى نوضح شغلي حصلت بمؤتمر شيكاغو عن القوانين الليونزية بما يخص ترشيح لمنصب دولي. هلا انت حطيت على الورقة الانتخابات الدولية، هلا اللي طولوا وراحوا البقيوا يمكن قال لك هلا بدي يحكينا سليم عن شيء مغري اكثر. الحقيقة القصة بتاخد دقيقتين لانه اليوم ما رح نحكي بتفاصيل انتخابية، وعدناكم بمرة تانية. بس حصل شيء بشيكاغو، اللايونز اللي بيسافروا على المؤتمر الدولي حقهم انه يصوتوا على تعديل اي شيء بالدستور والنظام الداخلي. صار في تعديل بما يخص الترشح من اي منطقه بالعالم لمنصب دولي. قبل شيكاغو شيء وبعد شيكاغو شيء. قبل شيكاغو يعني القانون طول عمره كان انه اي منطقه اي ديستريكت ما بيقدر يرشح او يقدم شخصين لمنصب دولي. بالزمان لما كنت مرشح عدة مرات بعض الاندي بيقولوا لي طب انت مرشح لمنصب نائب رئيس وفلان مرشح لمنصب مدير، هاي عين وهاي عين، خلينا نحن ناخد اثنين. قلنا له ما بتمشي هيك القصة. المنطقة قبل شيكاغو وبعد شيكاغو بعدها لليوم ما تغير بهالنقطة هاي بالذات اي شيء بمرحلة الترشح او الترشيح، بعده المنطقة بترشح شخص واحد او لمنصب مدير دولي او لمنصب نائب ثالث الرئيس الدولي. هيدي ما تغيرت. بس الشيء اللي تغير انه وهذا ما كان قبل شيكاغو، صار اذا في حالي في نائب رئيس دولي انتخب معه ترشحه، وحاطي سيناريو عن منطقتنا حتى واحد يقدر يستوعبها شوي بسهوله. انا معي ترشح، بشكركم اعطيتوني الترشح مره كمان اخيره، كنا بايار الماضي هون، ظل وفاني انا ناوي بميلانو مثل ما انتم بتعرفوا كل العالم بيعرفوا، صرت نائب ثالث. المنطقه حسب القانون القديم، هيدي التعديل الثاني اللي صار بالحقيقه التعديل الاول، صار لها حق ترشح شخص يعني حاكم سيري بهالحاله هاي لمنصب مدير دولي. بمعنى قبل كان نائب الرئيس موجود مجبور الحكام السابقين او اللي حابين يعني تمحين يعملوا مدراء دوليين انه ينطروا هالشخص هذا اللي صار نائب رئيس يخلص فترة الاوفيسر تورم تبعوله اللي هي 5 سنين لبعدين يقدر يجرب حظه اذا فيني مدير. اليوم الشيء الحلو انه اذا انا وصلت لقرار بمركز نائب ثالث، اي حاكم سابق صار فيني يقول انا بحب اترشح لمنصب مدير دولي لكن بعد انتخابي. عم بعطيكم عن حالي سيناريو بس لتعرفوا شو القصة. هيدي واضحة؟ الشغلة الثانية اللي صارت انه قبل كان الترشح لمنصب دولي كان مدير او نائب رئيس وزيرته كان بيعطي صلاحية الترشيح لمدة مؤتمرين دوليين يلو اللي بيجوا بعد الحصول على الترشح بالمنطقة. رح اعطي مثل ايار 2017 اخذت الترشيح تبعي صالح لمؤتمرين، ما نقول سنتين، مؤتمرين 18 و19، لان الانتخاب بصير بالمؤتمر. القانون الجديد، هيدي فقرة جديدة كمان صار عليها تصويت وقطعت، صار الترشيح صالح 3 مؤتمرات دولية.
اذا هذا تعديل صار، اي شخص بياخذ ترشح بيسمح له انه يترشح ثلاث مؤتمرات دوليه. التعديل الاخير اللي هو مربوط فيه الترشح لمنصب نائب ثالث للرئيس الدولي اللي بيحصل على ترشيحه، بس هذه ابتداء من جديد ما بتمشي على ترشحي انا، تمشي من هلا ورايح. بترشح شو بياخذ ترشيحه؟ ثلاث سنين مثل ما قلنا صح؟ ثلاث مؤتمرات عفوا. اذا واحد مرشح لمنصب مدير دولي بياخذ هالترشح لثلاث سنوات ثلاث مؤتمرات، اذا توفق توفق، ما توفق بده ينطر ثلاث سنين ممنوع بقى يترشح فيها بمنطقته. ايه ثلاث يعني تورم ثلاث مؤتمرات. المرشح لمنصب نائب رئيس عنده بريفيليج طبعا لانه اصعب ومنا الشغلة مزحة، بياخذ ترشحه ثلاث سنين ثلاث مؤتمرات، ما مشي الحال بياخذه مرة تانية ثلاث مرات. هلا طبعا بياخذه لما المنطقة بتعطيه، نحن عم نحكي هلا بالطريقة السهلة لتفهموا شو الموضوع، بس ما بيقدر ياخذه اذا ما صار في تصويت واخذ ماجوريتي اوف فوت، هيدي طبيعي امر طبيعي. اذا بالمرتين ثلاثة بثلاثة ما مشي حاله بده يضطر يرتاح لثلاث مؤتمرات يليها. هيدا هو الفرق بس الترشح لمنصب مدير والمترشح لمنصب نائب رئيس. بتصور القصة واضحة؟ جربت هون قد ما في، في شيء مش مفهوم بعد؟ واضح؟ ها هي؟ اوكي، عاد شكرا. نحن بنشكرك. انا اخيرا بدي اشكر فريق عمل امانة السر يلي اشتغلوا بكد وبجهد قوي. بدي لجنة الاستقبال كمان اشكرها. بدي اشكر الحاكم السابق وليد بشارة لكل الجهود اللي قام فيها. بدي اشكركم كلكم على مواكبتكم هاللقاءات ورحابة صدركم. اعتذر على الاخطاء التقصير التقني اللي صار معنا، وبتمنى انه نلتقى كلنا سوا بحفلة التسليم والتسلم والعشاء اللي بعده. ميرسي.